ضربوك قذيفة قذيفة في الأربيجي بعدين رشاش 500 لكن ما كان في مظاهرة ما كان لا بيكون مخربين بهذا البلد ما في غير مخربين لأنه البلد نحن بلدنا بأمان بيخربوا البلد مشان مصالح أوروبا وأمريكا وإسرائيل بس Le régime d'Assad est le mieux pour nous. Parce qu'on a peur des régimes extrémistes, des gouvernements religieux. مش حد بيحكم على ضغط صوتية رهيبة لأي مرشح وفي أي انتخابات ما بتغلش اعمل حزب اعمل حزب وبعدين أنت بتكرس يا سعيد إن الكنيسة تتحدث رسميا باسم الأبواب وأنا مش عاوز ده وإحنا مش موافقين على كده أنت مع مرشح بعينه ولا عاوز تستبعد حد؟ أنا في فكري عاوز أستبعد حد أستبعد مين؟ أستبعد الإسلاميين إن كان حد 80 سنة بيجاهد فيهم في أقل من 10 سنين هيقدر يسكت لو الأقباط اتحركوا ننتخب مين؟ اللي هيموتنا ولا اللي ممكن يجرحنا بس؟ Ce qui est humain, c'est préparer la guerre pour avoir la paix. Service pas simple. Parle-moi.